الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب جمعناهم ليوم لا ريب فيه
نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس كسبت وهم لا يظلمون. وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا تؤتي الملك من
يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. آيات بينات من الذكر الحكيم قد تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني لزعي الكبير فضيلة الدكتور حامد منصور صفوت القطعاني موجه القراءة علوم القرآن الكريم جماعة سموحة بمحافظة الإسكندرية. وزيعت لكم على اكبر مكبرات الصوت والضوء واولى مخازن الفراش الحديثة الكبرى اطلب محلات ومخازن الحج ضيف العباسي واخواته المقيمين بنجع بكري
حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا.